مرحبا توقيتكم واهلا بكم الى نشرة الثانية والربع من الاو تي في والتي تبث ايضا عبر otv.com.lb. بعد المسعى الذي اطلقه حزب الله مع ابناء بلدة ليس الجبيلية والذي انتهى الى قبولهم تسلم جثتي الضحيتين من آل سيف الدين لتشييعهما، تواصلت اليوم حركة الاتصالات على غير صعيد وتمحور اكثرها في حراجل، حيث عقد لقاء في منزل كاهن الرعية الأب حارث خليل، انضم إليه قائد الدرك العميد جوزيف الويهي، فيما تتحدث المعلومات عن أجواء إيجابية تنطلق من تسليم الشاب أنطوني خليل إلى العدالة بموافقة عائلته، في موازاة مشاورات لقيام وفد من حراجل بتقديم واجب العزاء في ليسا، علما أن وفدا من تكتل التغيير والإصلاح ضم النائبين فريد الياس الخازن ويوسف خليل، إضافة إلى هيئة قضاء في سروين في التيار الوطني الحر، زار ليسا معزيا ومن ثم وصل إلى منزل الكاهن خليل. وللمزيد حول الموضوع ننتقل مباشرة إلى حراجل، حيث مندوبنا إدمو سيسين. إدمو، ما هي آخر الأجواء لديك في حراجل؟ هذا الفاصل يشهد اجتماعا للجنة النيابية المصغرة عشية اجتماع اللجان المشتركة الأربعاء المقبل. أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حديث للنهار إلى أن من صيدا رد رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة على الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي جدد فيه تأييد بمكان عدم التفاهم على قانون الانتخاب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق أزمة سياسية جديدة نحن في غنى عنها. ومن التركي، وفي اليوم التضامني مع النازحين السوريين في لبنان بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان، ناشد البطريرك الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي في عظته الأفرقاء اللبنانيين التوقف عن تعطيل وضع قانون جديد للانتخابات النيابية عبر المراهنة على الأحداث السورية. يصر استمرار المواجهات في مدن عدة بعد انطلاق الشرارة من بورسعيد، ومعلومات عن إطلاق نار في جنازة قتلى أحداث السبت في المدينة. استمر وبعد الفاصل المزيد من الأخبار otv.com.lb وتابعونا عبر تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.